أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الريمونتادا. النهاردة وأنتم عارفين إن إحنا ما بنتحركش كتير، لكن دايما بنتحرك لضيوفنا اللي سابوا بصمة، ضيوفنا اللي عندهم شخصية، ضيوفنا اللي نستحق فعلا إن إحنا نتحرك لهم ونروح لهم. الحقيقة النهاردة حلقة إن شاء الله بإذن الله متأكد إنها تعجبكم جدا، هتعجبكم لكذا سبب ان شاء الله باذن الله. يعني اول حاجه بسبب طبيعه شخصيه ضيفي، نمره 2 المقر والمكان اللي احنا موجودين فيه مهم جدا ان نعرف ايه تاريخه وايه اهدافه، نمره 3 ان اللعيبه اصحاب الشخصيه واللعيبه اصحاب التاريخ، لا يمكن ابدا ان احنا نتجاهل اللي عملوه، حتى لو حاول البعض انه يتجاهل ما صنعوه بسبب بعض الخلافات اللي بتحصل طول ما احنا عايشين، لكن احنا دايما في الريمونتادا لا ننسى التاريخ ولا ننسى من صنعوا التاريخ. النهاردة انا سعيد جدا وبفخر وبتشرف ان انا يكون ضيفي كابتن مصر واسطورة مصر والنادي الاهلي السابق الكابتن مجدي عبد الغني. واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية كتب اسمه بحروف من ذهب بمسيرته المميزة ومستواه الفني الذي لفت الأنظار إليه. مجدي عبد الغني بولدوزر الكرة المصرية وصاحب الهدف التاريخي للفراعنة في كأس العالم 90 بإيطاليا، والذي سجله في شباك فان بروكلين حارس مرمى منتخب هولندا. يضع عبد الغني بهذا الهدف بصمته التاريخية في مشاركات مصر بالمونديال، والتي ظلت خالدة في أذهان الجماهير المصرية حتى يومنا هذا. ولم يكن هدف عبد الغني التاريخي في شباك هولندا السبب الوحيد في مكانته المميزة، بل شهدت مسيرتي مع النادي الأهلي رحلة تألق لا تنسى بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء. فبديت عندما تواجد ضمن أشبال النادي الأهلي، ثم تدرج بمستواه الرائع حتى وصل إلى الفريق الأول ليبدأ رحلة البطولات مع المارد الأحمر. ومن ضمن اللحظات المميزة لعبد الغني مع الأهلي هدفه الرائع في شباك كانون ياوندي بنهائي كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984، والذي ساهم في تتويج المارد الأحمر باللقب الأفريقي في النهاية بركلات الترجيح. ولقب عبد الغني بالبولدوزر بسبب قدرته على استخلاصه للكرات من المنافسين، فضلا عن مساهماته الهجومية المميزة الممثلة في تسديداته الصاروخية التي كانت ولا زالت عالقة في أذهان الجماهير المصرية. ولم يقتصر تألق عبد الغني على الجانب المحلي فقط في النادي الأهلي، بل لعب أيضا في صفوف المريخ والمقاولون العرب، وقاده تألقه لأن يكون أول لاعب مصري يحترف في الدوري البرتغالي بعدما انضم لصفوف بيرامار، واستطاع أن يحصد لقب أفضل لاعب لموسمين متتاليين، فضلا عن دخوله قائمة أفضل 20 أجنبي احترف بالدوري البرتغالي بالقرن العشرين. وعلى المستوى الدولي كان مجدي عبد الغني أحد النجوم الذين ساهموا في فوز المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا 86، مسجلا ركلة الترجيح في المباراة النهائية أمام الكاميرون، كما توج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية 87، وتم اختياره ضمن منتخب أفريقيا والذي ضم حينها أفضل اللاعبين. ولم يكن نجاح عبد الغني مقتصرا على تألقه في الملاعب فقط،
فبعد الاعتزال اتجه للعمل الإداري وتقلد العديد من المناصب، أهمها رئاسته لمجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، كما عمل فترة كعضو مجلس داخل اتحاد الكرة المصري. وبين مسيرة مميزة في الملاعب ومناصب إدارية هامة بعد الاعتزال، يكشف بولدوزر الكرة المصرية العديد من الكواليس في الريمونتادا. مجدي مساء الخير. فيك يا ميدو، عامل ايه؟ وحشت. وانت كمان جدا 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 كابتن. الاول قبل ما اتكلم على المقر، وقبل ما اتكلم على الجمعيه، وقبل ما اتكلم على كل حاجه، ساعات وانا بتفرج على البرنامج بتاعك، وصدق او لا تصدق يعني، انا بحب اتفرج عليك جدا حبيبي، جدا حبيبي، لان انا بحب الناس اللي عندهم شخصيه واللي ما بيخافوش. الحمد لله. بحس في صوتك بنبره حزن. بحس ان انت يعني يعني في وقت من الاوقات تقلدت مناصب مهمه جدا في اداره الكره المصريه، ودلوقتي انت حاسس ان انت تقدر تخدم البلد، بس حاسس ان انت خرجت بره السيستم. ما اعرفش ليه، مش عارف. هل دي طبعا وطبعا عايز اقول ان الخبرات ما بتتكررش كتير. يعني مثلا لما اتكلم عليك انت، مثلا انت لعبت في انديه كثيره جدا وعملت انجازات كبيره جدا، وكان ليك بصمات في انديه كثيره، واكتسبت خبرات كثيره. المفروض انك انت من هذه الخبرات بتبتدي توصل خبراتك اللي انت اكتسبتها دي للاجيال اللي محتاجه هذه الخبرات، ده المفروض يعني. نفس الشيء، انا اول واحد يعني، انا لما احترفت، الناس ما كانتش في مصر عارفه ان في حاجه اسمها تقدر تحترف بره في اوروبا. لما اسم البلد حتى ما كانوش، كانوا متلخبطين بين البرتغال وبين بلغاريا وبين، مش عارفين البلد اسمها ايه، ومش عارفين من خلال الاحتراف كسبنا خبرات كبيره جدا، وشفنا حاجات كتيره جدا، ويعني تعلمنا، والمفروض ان احنا كنا نرجع نقدم الكلام ده. لقيت معوقات بقى، معوقات كثيره جدا. يعني انا لما رجعت، راجع لاعب بطلت كوره، لاعب كاس عالم، عامل تاريخ الحمد لله مشرف، وبعد كده دخلت، بدات في التسعينات اخش في لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري كره القدم. ده أول منصب إداري، ده عضو في لجنة شؤون اللاعبين. طبعا أنا جاي بأفكار مغايرة تماما للأفكار اللي موجودة في مصر. أنا جاي عايز أطبق، أولا إحنا بدأنا بقى نعلن إن إحنا عايزين نعمل احتراف في مصر. كابتن جوهر الله يرحمه. فالمفروض الاحتراف ده أنت ما بتخترعوش، الاحتراف ده أنت بتقلده. بتشوف الدول اللي عاملة احتراف، وتشوف السيستم بتاعها، وتشوف لوائح الاتحاد الدولي في الاحتراف، وتجيبهم كده زي ما هم وتحطهم. ده عشان تكمل مشوار المفروض يعني. يعني انت اما بتجيب خبرة يعملوا طرق، بيجيبوا اخر حاجة في الطرق، مش هيبتدوا بقى من زي ما بيعملوها من سنة 1900، لا، ده هيبتدوا الطرق بتتعمل ازاي دلوقتي سنة 2023. بتتعمل مثلا ايه؟ بيتحط دبش، وبعد كده يتحط اسمنت، وبعد كده على الاسمنت يتحط اسفلت، عشان تقعد تبقى ديوربل، تقعد سنوات طويله. زمان كان بيحصل ايه؟ بيكبسوا الطريق ويحطوا عليه الاسفلت، ولو جت عربيه تقيله بتموج الاسفلت. فما بتستفدش، انت بتخسر. بتعمله تاني. فبنعمله تاني، نعمله تالت. هو ده اللي احنا في كره القدم عملنا. يعني ايه الافكار يا كابتن مجدي؟ انت هتحاول بتقول لي ان انا اخدت تقلدت منصب ان انا عضو في لجنه شؤون اللاعبين، وابتديت تطلع بافكار، هات لقيت الناس بتحاربك. الناس عايزه تعطلك، بتقول لك لا ما تقولش حاجه. ليه؟ عشان هم قدام وعايزين يقعدوا في مناصبهم. اللي هو ايه بقى؟
يعني مثلا على سبيل المثال المفروض الدوري الممتاز ما يلعبش فيه غير محترفين بس. اذا كنت اذا قررت ايامها يعني لا ده كان محترفين على هواه، على اللي ماضي استماره، على اللي ماضي عقد، على كل حاجه. طيب العقود مثلا انت ماضي 3 سنين ده لحد النهارده، يعني شوف احنا بنتكلم بكلمك من 2005 من 2005 2005 ولا تسعينات؟ 2005 لا وانا عضو مجلس اداره، لا عضو مجلس اداره 2005 وانا في التسعينات عضو لجنه شؤون اللاعبين. بكلمك بقى في التسعينات اللعيبه يعني المفروض الوضع الطبيعي انك لو ماضي 3 سنين والنادي عايز يسيبك يديك الثلاث سنين. لا ده انت بقى بتدور لها على حاجه واللي قاعدين معاك هم اللي بيدوروا. ليه؟ عشان مصالح شخصيه، مش عشان مصالح شخصيه، عشان الانديه، عشان الانديه، وعشان الانديه كبيره، وكل نادي كل نادي كبير بيتحكم ب 7-8 انديه صغيره عشان الانتخابات. بالظبط كده، كل واحد قاعد على الكرسي بيفكر في الانتخابات. طب يا كابتن انتوا لما جيتوا دلوقتي في 2005 وانا فاكر ان انتوا كنتوا مجلس اداره محترم جدا، كابتن سمير زاهر الله يرحمه، وكابتن شوبير كان نائب صح، مزبوط. وحضرتك عضو مجلس اداره، كان الكابتن محمود بكر وكابتن محمود بكر، يعني ناس كلها يعني اسامي عظيمه جدا. انت كنت بتحارب ان انت تغير الكلام ده، ولا انت لما دخلت في الدايره ودخلت في النظام قلت برضو انا هحارب لوحدي واطلع على اللي خسران وفي الاخر كل الناس تكسب الانديه وانا اللي اخسر؟ برافو عليك، صح، برافو، مشيت في السكه دي. طيب ليه؟ ما هو غصب عني، التيار شديد، ما هو العاصفه شديده. انت النهارده لما تبقى قاعد على الترابيزه بتتكلم لوحدك والباقي كله مش فاهم انت بتقول ايه، هت يعني. وبعدين انت لو في تصويت هتخسر بجداره. يعني النهارده لما تيجي بقى نيجي في الاخر بقى نحتكم للديمقراطيه. انا يا جماعه بقول يا جماعه ان الوضع الطبيعي ده، انا رجعت اللائحه. احنا اصلا ما كانش في لائحه في اتحاد الكوره. احنا بدا الاتحاد الدولي في 2006 يقول انا هوحد اللوائح على مستوى العالم عشان كله يبقى ماشي مع لوائح الاتحاد الدولي. احنا انا واحمد شاكر رحنا يجي الله يرحمه يعني رحنا يجي 4 مرات جنيف عشان نفهم اللوائح، نبتدي نعرف هم عايزين ايه وناخد وندي وبتاع. رجعت اللائحه مرتين عشان هم رجعوا لنا اللائحه مرتين عشان ما فيهاش الروابط. وانا ساعتها كانت جمعيه اللاعبين المحترفين موجوده، فكان لابد انها تمثل. كان ساعتها كابتن جلال محمود الله يرحمه كان رئيس لا كانت واقفه، كانت واقفه. مين مسكها بقى؟ انا من ساعتها كنت انا كنت انا رئيسها. المفروض الوضع الطبيعي ان احنا نخش نمثل جوه، اذا كان هيتعمل مجلس فلابد ان اللعيبه تبقى ممثله في هذا المجلس. ده تبقى لواحد اتحاد دولي. خناقه رجعتها مرتين، وبعد المرتين انا موجود بالانتخاب. يعني انا موجود بانتخاب الانديه ليا، مش موجود بصفتي ممثل عضو ممثل للاعبين، لكن كنت بشتغل الموضوع من الباطن. انت واخد بالك؟ لما جينا نتكلم عشان الكلام ده يتنفذ على ارض الواقع، خد بالك اللائحه دي موجوده، ما زالت موجوده عند الاتحاد الدولي، وفي لائحه تانية موجوده بالانجلش عند الاتحاد الدولي مطابقه تماما للوائح الاتحاد الدولي. الاتحاد المصري قصدك؟ موجوده عند الاتحاد المصري؟ لا موجوده عند الاتحاد المصري مطابقه للوائح الاتحاد الدولي. افهم، لا اللي انا بقوله يلخبط. في لائحة بعتها الاتحاد المصري للاتحاد الدولي مطابقة للوائح الاتحاد الدولي. بس ما تنفذش. مش موجودة هنا. اللائحة المصرية اللي هنا معمولة بشكل تاني خالص. طب انت يا كابتن طول عمرك ما بتسكتش. ما انا ما طب هتكلم رحت للاتحاد الدولي قلت لهم يا جماعة لا ما ينفعش بقى اروح للاتحاد الدولي. انا مرة بعت للاتحاد الدولي لقيت الدنيا كلها زعلانة مني. وطلعوني خاين ان انا بكلم الاتحاد الدولي. ما الاتحاد الدولي بعت، انا بعت للاتحاد الدولي قلت لهم يا جماعه الناس دي ما بتطبقش اللوائح، اللائحه اللي بعتنها لكم ما بتطبقش لوائح الاحتراف اصلا. لوائح الاتحاد. سنه كام ده؟ سنه 2006 كنت عضو اتحاد كوره. ما انا مش عارف اغير. فالمهم 2016 يمكن 2017 الف قبل يعني بعد ما نجحنا 2017 تقريبا يعني. فالاتحاد الدولي بعت يقول لهم يا جماعه شوفوا رابطه اللاعبين المحترفين دي عايزه ايه. فالدنيا اتقلبت سياسيا ولا الاثنين؟ الاثنين
اتقلبت في الاثنين. وانت فاهم اللي انا بقوله يعني. فبصيت لقيت زعلانين هنا ودول ما هيجين الدنيا عليا زي ما هيجوا الدنيا عليا في موضوع اللبس. طلعوني جايب عربيه نقله حطيتها وخدت فيها شحن لبس وبتاعنا كل القصه رايح اخد شنطه عشان رئيس البعثه. شالوني من رئيس البعثه لمجرد ان انا باخد رحت اخد الشنطه بتاعتي اللي انا ما ينفعش ابقى قاعد مع فريق كره القدم من غير ما ابقى لابس. الموقف ده غريب قوي يا كابتن. يعني انت يعني انت النهارده راجل الطبيعي حتى انت ما تروحش طبيعي. لا لا ما حدش جاب الطبيعي الاداريين. ايه بقى اللي حصل؟ هل كان عندك مشاكل ساعتها؟ بدات المشاكل مع المهندس هاني ابو ريده؟ لا هو المهندس هاني ابو ريده ممكن يكون بدا المشاكل من غير ما يقول لك، او هو قرا فتحتك من غير ما يقول لك. هل كان في حد بيوقع ما بينكم ما بينك وما بينه؟ لا انا شخصيا كنت بتعامل معاه انا ما بتعاملش انا مع لغه المؤامرات ما عنديش. انا اللي في قلبك على لساني. اللي في قلبي على لساني وبقوله ما عنديش. اصل مش طبيعي ان انت حتى لو ده الموقف ده حصل وانت اتخانقت او شتمت او ايا كان او انت كنت متضايق، الطبيعي ان الموضوع يتلم. انا اتفاجئت وقتها. لا لا طلعوا لي الجرايد كلها وسربوا لي الجرايد وشالوني من رئاسه البعثه. انا رئيس البعثه بقرار مجلس اداره شالوني بقرار فردي من غير ولا مجلس اداره ولا عملنا مجلس اداره ولا حاجه خالص. يعني حتى شيلي من البعثه جيب فتوانه وجيب العافيه. انت واخد بالك؟ مش حاجه قانونيه. يعني مفيش حاجه قانونيه حصلت، لان قبلها كنا قاعدين مع سياده الرئيس وانا قاعد بتكلم بصفتي رئيس بعثه. انت واخد بالك؟ مصممين ان انا اروح اجيب الشنطه بتاعت اللبس دلوقتي. يعني هم في رمضان هم قالوا لك روح جيب الشنطه. قالوا روح هات الشنطه. ليه؟ سلم. قول لهم انا اروح اجيب الشنطه ليه؟ انا الباشمهندس هاني امر بكده. يعني كان بيصدر لك كان بيصدر لك مشكله. كان بيصدر مشكله. ومفيش حد قادر يتكلم. انت واخد بالك؟ واحمد مجاهد بلغ الجرايد كلها عشان يضرب. قصه. بص، اتحاد كره القدم طول ما هو شلاليه وماشي بمجهودات فرديه عمره ما هينصلح حال كره مصر. عمر ما ينصلح حال الكوره في مصر. احنا يا عايزين كوره وعايزين نتتبع خطوات نجاح. يعني المغرب دلوقتي فين واحنا فين؟ الجزائر قبلنا فين واحنا فين؟ احنا لو عايزين نتتبع خطوات النجاح لازم نتتبع الناس عملت ايه. انت النهارده بتجيب مدير فني يا ميدو ما بيعملش محاضره للمدربين. ليه راح للرخصه الرخصة. سيبك مين اللي راح ده. انت بتتكلم على فيكتوريا. لا انا بكلمك على فنجادة اللي جه اصلا وظيفته مدير فني. عمل كم محاضره؟ عمل ايه؟ مفيش حاجه ولا حاجه. ما عملش حاجه خالص. مع ان كابتن مجدي يقول لي صحح لي معلوماتي لو هي غلط. يعني اللي انا سمعته ان الفيفا في كده بروجرام عاملينه ان انت لو عملت قدمت بروجكت وقدمت مشروع في تكنيكال دايركتور ان او مدير فني لاتحاد الكوره ان الفيفا بيتحمل جزء كبير من راتب المدير الفني. ايوه. ما هو هل احنا السبب ان احنا مش عايزين نجيب مدير فني؟ الفيفا لا، الفيفا طلبت انك لابد يبقى عندك تكنيكال دايركتور. انت عارف اتحاد الكوره عامل تكنيكال دايركتور مين؟ واحد ملوش دعوه واحد بس مجرد ان هو بيستقبل ايميلات بيعرف انجليش يعني بس. يستقبل الايميل ويعرف. تعرف حضرتك انت عارف حضرتك ان التكنيكال دايركتور ده لازم يكون حاصل على البرو لايسنس ولازم ان هو يكون هم خبرة. اللي انا سمعته ان الفيفا معترض على جمال محمد علي لان جمال محمد علي كان بيتبعت له هو بعتين ان هو التكنيكال دايركتور. الاتحاد الدولي بيعمل اجتماعات لا بيعمل اونلاين يعني أونلاين. زوم يعني سكايب وزوم. فطبعا انت عشان تعمل اونلاين لازم تبقى فاهم ايه اللي بيتقال. ما بيعملوش يعملوا اجتماعات باللغه العربيه هم يعملوا اجتماعات بالانجلش. ما في حدش بيحضر. اعتذارات ده اللي انا عارفه واللي سمعته اللي انا عرفته كمان. انا عايز اخد حضرتك في النقطه دي. النقطه دي مهمه جدا. انا بحس ان دايما مجلس اداره اتحاد الكوره عبر التاريخ ما بيبقاش عايز يجيب مدير فني قوي لاتحاد الكوره عشان ما يسرقش منه الاضواء. يعني لو جبت النهارده التكنيكال دايركتور جامد
جامد، جبت مثلا اوشين روبرتس ولا جبت حد جامد، وابتدى ان هو يعمل مشروع ويعلنه للاعلام ويعمل مؤتمر صحفي. بالعكس ده هيساعد. بحس ان تعرف ان انا اول واحد قال لازم تجيبوا مدير فني او تكنيكال دايركتور اجنبي. انا كنت، واحنا زمان كان في بروتوكولات تعاون مع المانيا، كنا من اللعيبه بتروح لايبزيج ببلاش. كله وكانوا بيبعتوا لنا مديرين فنيين ببلاش. طب احنا ليه 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 مش عايزين يجيبوا مدير فني للاتحاد؟ مش عارف ليه؟ انا متسألنيش، ما اعرفش. عشان تجيب حد مصري تتحكم فيه ممكن. عشان تجيب حد تقول له احنا اللي جايبينك وبتاع. ما هو انت قعدنا انا قعدت سنتين في اتحاد الكوره في وجود كابتن محمود سعد. كابتن محمود سعد قعد سنتين ما بيعملش حاجه في اتحاد الكوره ولا في دورات. بس انا كل ما كنت بقابل كابتن محمود بيقول لي انا عامل سيديهات وتمارين وبعتها والفيفا ومعتمده من الفيفا. ايوه سيديهات وتمارين لمين؟ ما حدش عارف. احنا يعني ما كانش بيتم الاستعانه بالكابتن محمود سعد في اي حاجه. طب كابتن مجدي، يعني ايه روشته للخروج من الازمه اللي احنا فيها؟ احنا اولا، ولا احنا مش في ازمه؟ لا احنا في ازمه. لا احنا في ازمه، وازمه احنا مش ده مكاننا. احنا موجودين بمجهودات فرديه، بمحمد صلاح لعيبه طالعه شيطاني، اعوذ بالله من الشيطان. لا لا طالعه كده لوحدها، طالعه رباني. احنا موجودين بمجهودات محمد صلاح مره، تريزيجيه مره، نني مرموش مره، حجازي النني مره، حجازي مره كده. مفيش سيستم. لا مفيش سيستم، مفيش مشروع للكره في مصر. بس انا لما بقول كده للمسؤولين بيقولوا لي يا عم احنا والله كويسين واحنا جامدين قوي واتفرج علينا احنا وهنكسب. هو المسؤولين كذا. عايزين الدنيا تبقى كويسه. هم نفسهم ان الدنيا تبقى كويسه، بس هم كمان ما يعرفوش انهم يخشوا جوه قلب الموضوع فيفهموا هو كويس ولا وحش. هو مش شغلته. يعني على سبيل المثال لجنة شؤون اللاعبين لسه عاملين من اسبوعين ثلاثة لجنة شؤون اللاعبين. لجنة شؤون اللاعبين دي اللي هي المفروض انها تخدم اللعيبة، اللي هي المفروض انها بتحل المشاكل. عندها كم مشكلة؟ عندها فوق الثلاث اربع تلاف مشكلة. بقالها لجنتين مؤقتتين ما كانتش بتنظر في المشاكل. وده ظلم للعيبة طبعا، وانت اكيد بيجي ظلم اللعيبة، ظلم الاندية وللعيبة اكتر. ما هو طبعا ظلم اللعيبة، ظلم الاندية. طيب انا وانا جوه اتحاد الكوره قبل ما نمشي في 2019 بعد البطوله، بعد ما خرجنا من بطوله افريقيا، عملنا ايه؟ عملنا لائحه معتمده من الاتحاد الدولي للجنه اسمها لجنه فض المنازعات المحليه، ناشونال دي ار سي. معتمده من الاتحاد الدولي، معتمده. قعدنا نخاطب ونعمل ونسوي ونحط ونجيب لحد ما الاتحاد الدولي ادانا لائحه واحنا خدنا ابروف عليها واقرناها في مجلس اداره الاتحاد. اتلغت بعد كده، مشينا احنا. جت لجنتين مؤقتتين، لجنه خماسيه ولجنه ثلاثيه. اللجنه الخماسيه الاولانيه كان الرئيس بياخد 10,000 دولار ونائب الرئيس بياخد 6,000 دولار واعضاء مجلس اداره بياخدوا 5,000 دولار. من فلوس مين؟ من فلوس مش عارف، من فلوس الاتحاد. فلوس اتحاد الكوره، من فلوس اتحاد الكوره، من الاتحاد الدولي بيديهم من فلوس، من الاعانه بتاعه الاتحاد الدولي لاتحاد الكوره. يعني من فلوس الاتحاد. قعدوا هم كان المفروض يقعدوا كام شهر. قعدوا قد ايه؟ سنوي. ليه؟ ليه بتقعد؟ كان مين الرئيس بتاعك؟ انت جاي كمين الرئيس؟ كان عمرو الجنايني. بس عمرو الجنايني محتاج 10,000 دولار. انا ما اعرفش. لا لا بقى. صدقني لا. هيوديه فين يعني؟ يتبرع بيها؟ بس انا اقول لك حاجه يا كابتن، يعني ثانيه واحده بس انا اقول لك على حاجه. يا عم انا اقول لك حاجه، انا عارف ان انت راجل وابن بلد، اسمعني. اتبرع بيها يجي يقول لنا؟ لا بس انا اقول لك الحقيقه، اصل عمرو الجنايني حبيبي واخويا وعارف. وانا برضه حبيبي جدا. اللي انا بقول لك عليه ايه؟ واحده من الحاجات اللي خلت الناس تحارب عمرو الجنايني، عشان تفهم بس ان هو عنده شخصيه. وواحده من الحاجات اللي خلت الناس تحاربك ان انت عندك شخصيه. انتوا على فكره في مركب واحده. طب ماشي. صدقني ماشي. لان عمرو، ما انا بقولش لا. يعني هو كان جه وعمل حاجات كتير كويسه. انا بقول لك رئيس اللجنه بياخد 10,000 دولار، هياخدها بقى يرميها البحر، هياخدها يديها لحد، هياخدها انا ما اعرفش. انما في النهايه بتتخصم. في النهايه بتتخصم من اتحاد الكوره. لان رئيس اللجنه لو رفض هيمشوه ويجيبوا غيره. انت واخد بالك؟ ففي النهايه الفلوس دي اتدفعت.
راحت فين انا ما اعرفش اللي خدها حوشها اللي خدها رماها. انا اقول لك حاجه كابتن مجدي, عمرو الجنايني راجل انا متاكد ان هو جاي عايز يخدم انا البلد. ما بتكلمش على عمرو كشخص, هو ممكن يكون هو بيقول لك انا راجل بنزل اشتغل كل يوم في اتحاد الكوره وباخد من وقتي وباخد من مجهودي حقه. وباخد بتاع, ففي ده الفيز دي اللي طالعه لي دي او ده حقي ممكن. انا ما قلتش لا. أيوه. انا بتكلم على ان لجنه مؤقته المفروض تيجي تقعد شهرين, قعدت سنه ونص. هو انت فاكر كان بمزاجه؟ ما كانش بمزاجه. امال مزاجه؟ بالعكس ده هو يعني ده شالوا غيروا اللائحه بتاعت الاتحاد الكوره وشالوا رابطه اللاعبين المحترفين انها تمثل شالوها من اللائحه طبقا لكلامهم. وده انا ودي لائحه الاتحاد الدولي, وده انا ما صدقوش. هم قالوا اللي توصلوا للاتحاد الدولي ان مفيش رابطه في مصر, فبالتالي مفيش جمعيه يعني. مفيش جمعيه ومفيش رابطه, فبالتالي شيل البند ده. انت ده انا اصلا ما قريتهاش, لان بقول لك في لائحتين, في لائحه بالانجليش موجوده في الاتحاد الدولي الله اعلم فيها ايه, وفي لائحه بالمصري. يعني انت كنت حاسس ان الفتره دي فيها اقصاء, كان في اقصاء يعني عايزين ان هم تو افويد او ان هم يحطوا على جنب ناس مش عايزين يشتغلوا معاهم. ايوه دي حقيقه لحد دلوقتي. ده انا لو يعني انت بالقانون لازم تبقى في مجلس اداره اتحاد الكوره, بالقانون اتحاد الكوره او ما او ما يمثل يا سيدي او من يمثل الجمعيه بالظبط كده. مش لازم حضرتك, مش لازم شخصي. ممكن الله ينور عليك. اي فرد يمثل بدليل ايه؟ انا المفروض لازم امثل, لازم الجمعيه تبقى ممثله في لجنه فض المنازعات. هو طب انت فكرك ليه لجنه فض المنازعات واخده قرار مجلس اداره من سنتين انها تتكون وتتفعل لحد النهارده ما اتفعلتش؟ طب ايه الحل؟ ليه؟ طب انت ما سالتش نفسك؟ عشان تبقى الاداره مركزيه وسنترال وتبقى الناس كلها بتاخد قراراتها هم. عشان احنا ما نخشش. عشان الرابطه دي ما تخشش. ايوه عشان الرابطه دي لو دخلت هتصلح حاجات كتير. انت واخد بالك؟ طب ايه اللي مصلحه الناس ان الحاجه ما تتصلحش؟ بتقول لي انت بتقول لي انا؟ ما انا مش فاهم حضرتك اللي اشتغلت جوه المطبخ. انا ما اعرفش. انا عمري ما اشتغلت. هو كده احنا عشان تيجي تغير في حاجه من افضل لافضل يقول لك لا 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 يا راجل اللي بيسافر. طب انا ممكن اسال اقول لك حاجه؟ انا ممكن النهارده وانا بتفرج على التلفزيون الساده المشاهدين يقول لك يا جماعه ما كابتن مجدي عبد الغني بيتكلم ويقول الكلام ده. طب هو لما مسك وكان في المنصب ما عملش حاجه؟ دخلت لا ليه؟ ما كانش عندي مشكله متاخره. ما قصدك مشاكل اللعيبه ولا طبعا ولا مشاكل نادي ولا مشاكل لعيبه. ده مهم ان الساده المشاهدين يعرفوه. طبعا ما كانش عندي مشكله. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي. لا اتكلم. أنا اتكلم لان انت في وقت دلوقتي. انا اقول لك بصراحه في وقت من الاوقات لو انت اتكلمت عن نفسك انا اقول لك اول واحد اقول لك ما تتكلمش عن نفسك. بس دلوقتي لازم تتكلم عن نفسك. لازم تقول. طيب الدوري اللي معمول ده, دوري الجمهوريه اللي معمول ده, دوري بتاع الشباب بتاع الاشبال اللي هو دوري الشباب اللي هو الاعمار المختلفه دي. مين اللي عملها؟ انا طول عمرنا بنلعب دوري قطاعات واحنا عيال صغار. قطاعات اللي هو ومورية. تروح تلعب مع انت تروح تلعب مع بالنمر الزمالك يصفي الاول مع بالنمر. كنا الاول بنلعب مناطق بعد كده قطاعات اللي هو الجمهوريه. الله ينور عليك. مين اللي قلبها؟ الاهلي لعب الزمالك وزي ايامنا. مين اللي قلبها؟ ما اعرفش. انا تمام. اول مسابقه انا تحت 14 سنه لاعب الاهلي بيلعب الزمالك. ايه اللي خلانا نلف اللفه دي؟ ودنك منين وتروح ابو النمرس تلعب وتلعب في ملعب بيعدوا الراجل راجع من الحقل بتاعه بيعدي الملعب فالماتش يقف؟ يعني كلام ما ينفعش. طب انت حضرتك دلوقتي يا كابتن مجدي ال 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 انت بتقول ان الناس البطولات اللي هي دلوقتي ناجحه بقى جدا. بقول لك الاهلي كسب الزمالك والزمالك كسب الاهلي. انت فتره من الفترات ما كانوش بيلعبوا بعض. انا وانا صغير طول عمرنا بنلعب الاهلي وطول عمرنا بنلعب بتلعبهم بعد تصفيات. لو ما صفتش ونجحت مش لو الاهلي خرج مش هيلعبك. بس انا هل انت دلوقتي عندك الباور وانت بره المنظومه ان انت تاثر على قرارات اتحاد الكوره؟ لا لا. ليه؟ لان اتحاد الكوره صاحب قراره. انا هاثر ازاي؟ انا بتكلم. هل انت شايف ان الحل الامثل لان احنا نبتدي بقى نمشي على الطريق الصح او نرجع للتراك الصح ان لازم نظام الانتخابات يتغير؟ لا ده عملوا مصيبه في الانتخابات اللي فاتت دي. عملوا اللي هي القايمه اللي اتعملت وراحوا جابوا قايمه قدامها ما ناس ما حدش يعرفها خالص. طب نظام الانتخابات بره عامل ازاي؟ نظام الانتخابات بتاع اتحاد الكوره يعني الاتحاد الانجليزي بيتم انتخابه ازاي؟ بيتم انتخابه من الانديه.
من أنهي أندية؟ هي رابطة الأندية أصلاً هي اللي بتدير. الاتحاد الإنجليزي لا، في الإنجليش إف إيه وفي البريمير ليج. الإنجليش إف إيه دول كلهم رجال أعمال، ناس ملهمش علاقة بالكورة، بيجيبوا تكنيكال دايركتور يعمل لهم مشروع ويشتغلوا. طب أنت عايش في إنجلترا، أنت اللي تقول لنا. ماشي، ما أنا لا، حضرتك عارف نظام الانتخابات، أنا ما أعرفش نظام الانتخابات. هجيبه. أنا دلوقتي مخلي الشباب يشتغلوا ويجيبوه. لأن أنا مؤمن إيمان تام إن طول ما نظام الانتخابات ده موجود في مصر دايما هينتج لنا في ناس كويسة، لكن هيبقى في ناس ملهمش لا علاقة بالإدارة الرياضية ولا ليهم علاقة بالكورة ولا ليهم علاقة بحاجة. لا، والانتخابات برا، الانتخابات برا فيها 114 نادي و115 نادي و130 نادي. ما أكيد لا، أكيد لا. أكيد بالكتير 30 لا. نادي بالظبط كده. واكيد الوزن بتاع الصوت بتاع نادي بريمير ليج مش زي الشامبيونشيب بالظبط. ده اللي انا ده على فكره انا وعدك انا والله أنا الاسبوع اللي جاي هيبقى عندي كل انا حاجة. انا كربطه كروابط حوالين العالم ليك صوت، ليا اكتر من صوت طبقا لعدد الاعضاء اللي عندي. يعني لما نيجي نصوت، انا لما اجي اصوت، انا حاليا دلوقتي لما اجي اصوت بصوت بثلاث اصوات. طب انت ليه يا كابتن بتحب ما بتجيبش اللوائح دي وتعرضها تعرضها حد في برنامجك وتقول يا جماعه هو ده الصح؟ يا ميدو اديني العرضه. انت هتعرض، انت الاول عايز الاساس تصلحه. هو ده الاساس، الاساس اللي تصلحه والله. ان اللي يجي لازم يبقى فاهم في الرياضه. ما هو يا فندم هيجي ازاي لا لو صلحته؟ ما كابتن مجدي لو صلحت نظام الانتخابات هو ده الاساس، هيجي لك مجلس اداره مؤهل. طب ما هو فضلوا لحد ما غيروها. اسمع اللي حصل ايه، انت عارف اتغيرت ازاي. هي الاول كان ايه؟ كان لازم يبقى لعيب كوره. ما هو انت النهارده اما تيجي عايز تخش اتحاد الباسكت، ينفع تخش اتحاد الباسكت وانت ما لعبتش باسكت؟ في اوروبا ينفع. يعني في اوروبا الاف اي تشيرمان، الانجليش اف اي تشيرمان ملوش علاقه بالكوره، راجل بليونير بيزنس مان. ماشي ده ما مدير مؤسسات. انت هنا هتيجي رئيس اتحاد الباسكت وانت ما بتعرفش الباسكت قوانينها ايه ولا لعبتها ولا ما بتعرف. انت تجيب ناس بتاعت تعمل الكلام ده. ده 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 هجيب ناس بتفهم. بقى احنا عندنا هنا ما بنجيبش ناس. ما هو دي احنا بندير، احنا بندير ما هو انت النهارده ما لو هو ده بقى الترس اللي احنا مش عارفين نخرج منه. ايوه هو دي الحفره. ايوه ان احنا طيب بنجيب. ما ده كلام مظبوط. على فكره احنا مش بنعيب في طيب. الناس اللي موجوده، بس الناس اللي موجوده دي مش من حق معلش مع احترامي واحد ملوش علاقه بالكوره خالص انه يختار، يبقى ليه صوت مين يختار المدير الفني. ارجع لك طب ممكن ناخد فاصل؟ هناخد فاصل. لا طبعا الكلام مع كابتن مجدي كلام مهم جدا على فكره، مهم جدا. وعلى فكره هو ده اصل المشكله اللي احنا عايشينها. زي ما كابتن مجدي بيقول بقى لنا اكتر من 30 40 سنه. لو الكلام ده ما اتعالجش اللي كابتن مجدي بيقوله، كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض ان احنا نعالجه، هنفضل في الكوره كده محلك سر، الناس كلها بتسبقنا واحنا واقفين في مكاننا. وصلحها برا المجدي اللي صار صوته جدا هو جول. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وكلام يعني مهم جدا مع كابتن مجدي عبد الغني اسطوره مصر والنادي الاهلي. كابتن مجدي، ما ايه موضوع لجنه فض المنازعات؟ وانت المفروض ليك حق ان انت تبقى موجود في لجنه فض المنازعات. لا، هي لجنه فض المنازعات اوريدي لائحتها بتقول ان في ستة من 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 اصحاب القانون او العالمين باللوائح او يمثلوا اللاعبين، وقصادهم بنفس العدد ستة يمثلوا الأندية. احنا بعتنا أسماء الستة بقالنا سنتين. ومن قبل السنتين بعتيد أسماء الستة. الأسماء الستة اللي هم مين؟ اللي بيمثلوا الجمعية. اللي بيمثلوا الجمعية. تمام.
انا كنت على راسهم وبعد كده اسماء تانية. حصل في تغييرات بسبب في حد مثلا كنا حاطينه وتوفى كده مش عارف ايه فبنغير، انما بعتنا الاسماء. فروحت مره اتحاد كره القدم قريب، لا من حوالي شهرين ثلاثه يعني، اشوف ليه ايه القصه يعني ليه ما. فالمهم قال الاستاذ جمال علامه، هو راجل شخصيه مؤدبه وراجل انا على المستوى الشخصي يعني بحبه يعني. فبصيت لقيته بيقول لي شيل اسمك من لجنه فض المنازعات. قلت لي يعني هي دي المشكله؟ قال لي اه. طب بيقول لك يا بناء على ايه؟ ما اعرفش والله. انا ما حبيتش اناقش ولا جادل، انا عايز المركب تمشي. فقلت له شيل، بكره ابعت لك اسم تاني. وفعلا بعت له اسم تاني. بعت مين؟ بعت مستشار جابوه رئيس اللجنه. يعني المستشار اللي انا بعته حط اسمه، حطوه دلوقتي رئيس اللجنه، حطوه هو دلوقتي رئيس اللجنه وما فعلوش اللجنه. اللجنه لسه ما اتفعلتش برضه. انت اللجنه دي تخف اولا، ايه 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 الغرض اللجنه دي؟ اللجنه تحل المشاكل، تحل المشاكل قبل ما تروح الاتحاد الدولي. ما هو انت بتقعد اللعيب بيقعد قدام النادي وقدامهم قاضي بيحل بينهم، القاضي مش قاعد عشان يحكم وياخد قرار وياخد القرار. يعني هو الاول ايه، تحلوا يا جماعه نحل ودي، نحل ودي انتوا يقرب وجهات النظر، ما قربش وجهات النظر. طب انت مشكلتك ايه؟ مشكلتي جاهزه قدامك، بيسمع من هنا ومن هنا وبعد كده ياخد قراره. والقرار يتصعد للجنه الاعلى وهكذا. انما هي اصلا لجنه فض المنازعات دي بتحل مشاكل كتير، لما الاثنين يقعدوا قدام بعض هنحل. انت واخد بالك؟ لان انا اوريدي انا ما كنت ماسك لجنه شؤون اللاعبين كنت بحل ودي كده. كان اللعيبه بتيجي تشتكي فبتكلم الانديه لو سمحت تعالى شيل منك شويه حط على ده شويه مش عارف ايه، حليت مشاكل كتيره جدا بهذا الشكل. الموضوع بقى ان دول مش عايزين الموضوع يتحل. طب انتوا المشكله في 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 جمعيه اللاعبين المحترفين، المشكله في رابطه اللاعبين، المشكله في ايه؟ المشكله في مجدي عبد الغني؟ القصه بص يا ميدو، طول ما احنا هنشتغل بعيدا عن المهنيه ونشخصن الامور احنا مش هنوصل لاي حاجه، عمرنا ما هنوصل. انا شلت اسمي، وبالرغم من كده قول لي فين لجنه، اسالهم كده، اسالهم بص لكاميرتك كده وقول لهم فين لجنه فضل المنازعات وما تشتغلش ليه؟ ما حدش بيرد. ودن من طين ودن من عجين، ما حدش عنده اجابه. ما فيش حد عنده اجابه. عارف بيقول لك ايه؟ اصل رابطه الانديه ما عينتش السته. ايه ده؟ طب ما تجبروا رابطه الانديه انها تعين السته، او اطلبوا منهم يا جماعه لازم في خلال طب طلبوا مثلا حط لهم ليميت شهر تكونوا جايبين الست. لو ما جابوش سته يبقى ايه؟ يبقى رابطه الانديه دي ما ينفعش تشتغل، رابطه الانديه دي مقصره. انت واخد بالك؟ المساله مش فرد عضلات ولا برستيج. احنا الاستاذ جمال علام على سبيل المثال، الاستاذ جمال علام لما خرج من اتحاد الكوره قعدنا على في الاجتماع، نمره واحد ما خدناش العربيه بتاعت الاتحاد منه على اساس انه عضو، انه رئيس اتحاد سابق. بس ده مش قانوني. ما هو احنا بقى، ما احنا ده مش هنا قانوني يا ما احنا ملوك المجاملات هنا. ايوه ليه يعني العربيه دي بتاع ملك اتحاد الكوره؟ معلش سيبناها له شويه. ليه؟ يعني هل هو طلبها؟ قال لا اسيبوها معايا ولا كان دي تعليمات؟ والله والله ما اعرفش. انا موضوع العربيه ده موضوع انا ما طلبهاش مني، الموضوع ده بايخ، لكن اتقالت على الترابيزه واحنا كلنا يعني برضه الراجل محترم والراجل حبيبنا. سيبوا له العربيه والراجل سيبها له يعني، سيبها له. مين اللي طلب يعني؟ قول لي يعني مين اللي طلب؟ مين اللي طلب على الترابيزه يقول سيبوا له العربيه؟ رئيس مجلس اداره كان مهندس علي ابو رده. امال مين؟ وبعد شويه قال لك ايه، نعين الراجل مستشار. طب ليه؟ عشان فعيناه مستشار. عشان اصوات الصعيد يعني ولا ايه؟ معرفش. لا ليه؟ لا ليه؟ هو ما يملكش اصوات الصعيد. طب ليه؟ كلها ليه تمسك يعني بالاستاذ جمال علام؟ انا برضو عايز افهم برضو. انا اصل في حاجات معينه المجاملات كلها مجاملات. ليه؟ ايه سبب المجاملات مثلا؟ هو يعرف حد؟ ما هو انا برضو انا بتسالني. انا ما عنديش، ما انا ما عنديش سبب للمجاملات. انا ما فيش بيني وبين الاستاذ جمال علام غير كل خير. اصل انا مثلا كاتحاد كوره، انا اسف بس معلش يعني، وانت قول لي انا صح ولا لا. تمام. لو جه حد على الترابيزه مثلا، لو انا في مجلس اداره اتحاد الكوره تمام مثلا، وجه مثلا حد بيقول لي على الترابيزه ان احنا معلش عايزين نجامل جمال عبد الحميد،
تمام؟ هقول له اه طبعا جمال جمال عبد الحميد ده كابتن مصر ده راجل لعب وخدم. لا ما هو انت بتجامل جمال علام بمناسبه انه كان رئيس اتحاد كوره يعني. لا مش مقنع. ما انا بقول لك اهو والله هو ده اللي اتقال. يعني الناس اللي خدمت البلد في الكوره لا ما حدش بيجاملها. ما حدش هيجاملها. لازم يبقى ليها يعني. لا ما حدش بيجاملها هو ما احنا متمرمطين اهو عمالين نقول لجنه فض المنازعات وما حدش بيفعل وقاعدين بره ومحدش بيسمع. طب كابتن مجدي خلينا نطلع بره اتحاد الكوره وده محتاج حلقات يعني وهنقعد مع بعض بعد كده تمام. وللدنيا يعني ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نوصل رسالتنا برضو لان احنا لازم يبقى لنا صوت ومؤثر. ده مهم. طيب النادي الاهلي حضرتك ليجند في الاهلي لسه كنت بقول للشباب على فكره انتوا ما تعرفوش مجدي عبد الغني ده كان عامل ازاي والله لسه بقول لهم بقول لهم ده يعني ولا حد جه في نص الملعب يعني مع احترامي ناس قليله قوي بامكانياته وبمواصفاته وانا اتفرجت عليك كويس قوي يعني الحمد لله. شخصيه وبتجيب اجوان وبتقطع الكره والورك ريت والكاونتر بريسنج كل حاجه. النهارده في الاهلي هل انت بجد يعني قول لي ندمان على بعض القرارات اللي خدتها جوه النادي الاهلي او مساندتك لبعض الاشخاص او انت قريت الموقف غلط ولا انت متمسك بنفس لا لا ما بندمش انا انا ما بندمش لان بفضل انا بفضل الله مش محتاج حاجه من حد الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني ودي برضو بتديك نقطه قوه انك تخليك تقول اللي انت عايز تقوله ولا في ناس عايزين يشتغلوا مع الناس اللي محتاجه بس ايوه ده موجود ده موجود وبكسره عشان يسيطر عليه وخاصه في الأندية الكبيرة أنت في الزمالك هتلاقي عندك برضو كده وفي الأهلي هتلاقي كده وفي الإسماعيلي هتلاقي كده وفي الأندية الكبيرة الجماهيرية يعني اللي عندها شعبية هتلاقي يعني وقفتك مع المهندس محمود طاهر في الانتخابات بالصراحة دي وبالوضوح ده وكل حاجة أنت لو الأيام رجعت تاني هتغير موقفك ولا تاخد نفس الموقف؟ لا 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 أخد نفس الموقف لأن أنا مقتنع بانه مع احترامي للكابتن محمود الخطيب انا ماشي ما انا لسه اقول لك ما بعد كده الكابتن محمود الخطيب والاهلي كسب بطولات انا مش ضد الكابتن محمود الخطيب انا مش انا انت بتتكلم في مرحله احنا طول عمرنا في النادي الاهلي عباره عن ايه كابتن صالح حسين ما كانش بيعلق يافطه ما كانش بيعلق يافطه بس ايام غير ايام يعني ما هو ماشي انت ايام انت برضو يعني عايز اقول ايه هو ايه اللي عامل الصراع الشديد ده في الانديه الحاجات كتير الاستفادة ال الباور اللي بتاخده ماشي طب ما ده مسموح ده موجود يعني محدش الباور ده طبيعي محدش يعني انا رئيس الزمالك الكلمة دي خسرت محمود طاهر لما قال انا داخل انتخابات النادي الاهلي طبعا في جزء منها ان انا بستفيد قال كده هو الراجل بيستفيد ايه بيستفيد ريليشن شيب بيستفيد نتورك ونتورك والكلام ده زي ما اللي دخل استفاد وزي ما اللي هيخش بعد كده هيستفيد وزي ما الناس كلها بتستفيد ومركز ادبي وكل كله هيستفيد طبيعة. منه كل الناس هتستفيد منه مسكوا الكلمه دي وخلصوا على محمود طاهر بيها ده داخل يستفيد وقالوا الاهلي بيتباع بيبقى الله ينور عليك فطبعا ده 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 موضوع ازاي انت هنا ما عندكش معيار بتقدر ان انت تقيس بيه قصة يعني قصة وقوفي في الانتخابات مع المهندس محمود طاهر أنا الراجل على المستوى الشخصي بحترمه وبقدره الراجل إدى النادي الأهلي كتير الراجل محترم معايا كان معايا أنا شخصيا راجل محترم جدا كل الناس بتحبه مش شايف ما شفتش منه أي حاجة وحشة اللي أنا سقطت أنا دخلت انتخابات لأول مرة وآخر مرة مش هخش انتخابات تاني الأهلي. في النادي الاهلي ضد القايمه بتاعته وسقط لكن اللي انا كان نفسي اخش عشان اعمله لقيته هو عمله طب انت ازاي يعني كابتن مجدي عبد الغني باسمه وتاريخه وكل ده يسقط ما هي الدنيا مختلفه ليه هل انت في الوضع في الوضع مختلف الوضع الانتخابات دلوقتي مختلف مش زي زمان زمان ما كانش فيه لعيب كره يخش انتخابات ويسقط هو ده اللي انا بقوله انما دلوقتي كل لعيب كره يخش الانتخابات مش موالي لجبهه مرضي عنها هيسقط واخد بالك فده موضوع خلاص يعني طب ليه ما دخلتش معاهم ليه لا مش هياخد ما حد ياخدني انا بقى انت اللي ياخدني اللي ياخدني لازم يبقى عنده انا يعني انت بتتكلم بتقول انا راجل الحمد لله بمتلك شخصيه يبقى اللي ياخدني معاه لازم يبقى عنده شخصيه بالعكس انت هتفيد المجلس هو مش شايف كده يعني لو رئيس نادي هو ممكن لو انا رئيس قايمه هتمنى ان مجدي عبد الغني يبقى معايا بعد اذن حضرتك انا ما زعلتش من الكابتن خطيب انا كنت انا وانا داخل الانتخابات
كابتن خطيب كان واقف بيأيد قائمة الأستاذ إبراهيم المعلم. وانت كنت بره القائمة دي؟ وانا بره قائمة الأستاذ إبراهيم المعلم وبره قائمة محمود طاهر. داخل لوحدك؟ داخل لوحدي والناس داخلة. الكابتن خطيب فضل واقف ما سلمش عليا خالص. طب ليه؟ هل في انت معرفة؟ انا معرفش بقى هو بقى على اساس ايه؟ لي. لا بجد انت حاسس يمكن لو سلم عليا. انت اي حد بياخد منك موقف طبيعي بتبقى انت بتفسر جوه مخك ليه؟ ايه اللي حصل بقى؟ والله في مواقف ما بتتفسر يا يعني ايه؟ والله ما عارف، ما لقينا تفسير. يعني انتوا كنتوا بتلعبوا مع بعض؟ احنا لا، واحنا قبلها هو قبلها كنا في الاستاد، فبيقول لي انت داخل نائب. انا كنت داخل نائب. حتى النائب اللي كان داخل اصغر مني في السن وما قالوش اسم في النادي الاهلي ومشي من النادي الاهلي. يعني اتطعن عليه ومشي. انت واخد بالك؟ والنادي الاهلي قعد من غير نائب. فكان يعني تحس ان هو مش مقتنع ان انا اخش نائب. ده هو يعني ده رايه، ده رايه هو. كان كابتن محمود خطيب ساعتها بره خالص، كان بره. قال لك انت تخش نائب؟ انت داخل نائب. قلت له هل انت حسيت مثلا ان كابتن محمود الخطيب حاسس ان انت بتمثل خطر عليه جوه النادي الاهلي بشخصيتك؟ همثل من مين يعني؟ حتى هو يعني انا يعني همثل خطر ازاي على كابتن محمود الخطيب؟ مفيش حد. ده اكس يعني اكسبريس. الكابتن محمود الخطيب يشيل اي حد قدامه. انا امثل خطر؟ انا العبد الله الغلبان امثل خطر عليه؟ لا، انما كنت هكمل دور. يعني هخش في دور دخلوا فيه ناس برضو ممكن يكونوا مش كواليفايد. يعني انا حاسس ان انا اكتر منهم كواليفيكيشن. يعني انت واخد بالك؟ يعني انا اكتر مؤهل. من مؤهل اكتر منهم. انت واخد بالك تاريخا و يعني والاسما وعطاءا وكل حاجه. انت واخد بالك؟ خبره وكله كله. فدخلوا ده موضوع. يعني انا عايز اللي انا عايز اقوله ايه، ما زعلتش منه اما كان واقف جنبي ما سلمش عليا خالص عشان ما يدينيش باور. ما هو ممكن لو سلم كابتن خطيب لو وقف جنبي خمس دقايق هتنجح، بس هنجح ربع ساعة هنجح. كانش عايزك تنجح انت. لا الله الله اعلم. انا انت بتقول عشان ما يدينيش باور. انا ايوه انا بقى انا ما هو هو مش عايز ننجح ولا هو كان مشغول ولا هو كان ايه؟ طب انت حضرتك استغربت يعني يوم استغرب وما زلت مستغرب لعيب لعب معاك طبعا وكابتنك وكابتن مصر محمود لا وانا بيني وبينه علاقة كويسة. لا حاجات كتيرة وممكن حاجات شخصية كمان يعني فيها هات وخد يعني. انت واخد بالك؟ انا من عشاق محمود الخطيب. من عشاقه. من عشاقه هو بيلعب. يعني انا اما قالوا لي انت هتتمرن وانا عندي 17 سنة هتتمرن تاني يوم، انا ما كنتش مصدق ان انا هتمرن مع محمود الخطيب. طب انت شايف ان حضرتك يعني اللي جه في دماغي اول واحد جه في دماغي هو محمود الخطيب وكان في محسن صالح وطاهر الشيخ ونجوم كبار. هو كان النجم كان هو. طب انت حضرتك شايف ان العلاقه دي ممكن تتصلح ولا خلاص اتكسرت؟ كل حاجه في الدنيا ممكن تتصلح. طب تتصلح ازاي؟ لا بالاستعداد. ما هو لازم يبقى عندك استعداد. هل الكبير اللي لازم يمد ايده؟ لا، الوضع الطبيعي طبعا. ده الوضع الطبيعي. وبعدين انت النهارده الكبير اللي اللي مسيطر. انت واخد بالك؟ لازم تلم الناس كلها. ما انا بشوف انا بشوف بصراحه كابتن محمود الخطيب افتتاح فرع التجمع. لا ما تعزمتش حضرتك. لا انا ما تعزمتش. انا ما شايف عزم كابتن ضياء، عزم كابتن ده، عزم الكابتن طاهر وهو اصلا يعني ايه في نجوم النجوميه يعني عامله كلاش بينه وبين بعض. هل ده حقيقي من ايام ما كانوا بيلعبوا؟ هل ده حقيقي فعلا؟ ليه حقيقي. يعني عشان كابتن هو ده طبيعه الحياه. طبيعه الحياه. يعني ليه ما تسالنيش؟ لان انا ما كانش النجوميه بتاعتي بتتواكب مع نجوميه الكابتن الخطيب، فبالتالي احس نفس الاحساس. لا انا عارف ان هو فين وانا فين. انا بلعب في الحته بتاعتي، لان انا لو حاولت ان اطلع للحته بتاعته ممكن هتحرق. ممكن ما اطلعش اصلا وما فيتش. لا في بنفسي ولا في فرقتي ولا في حد. فانا عارف مقدار نفسي. حضرتك مؤمن ان كل في الفرقه لازم كل واحد يامن بدوره طبعا. والا هتبقى احنا كل واحد، بص بفضل الله كل واحد في فريق النادي الاهلي في الفتره دي، في فتره السبعينات والثمانينات، لو اتنقل لفرقه تانية يفرق في ادائها كله. يعني لو جبت الكابتن خطيب ولعبته مع اي فرقه درجه لسه طالعه من الدوري الممتاز او فرقه بتصارع على الهبوط،
هيفرق معاه. لا طبعا انت لو جبت علاء ميهوب، علاء ميهوب وديته الاولمبي فرق معاه. خالد جد الله وديته المقاولين العرب فرق معاه. انا رحت لعبت في المريخ ولعبت في المقاولين فرقت معاهم. واحد لعيب واحد كل يعني تخيل بقى اما لعيب واحد يروح فرقه كامله يفرق معاه، ما بالك بقى اما دول يلعبوا مع بعض. لا قصه كانت فرقه، كان فريق، وكان اللي بيطلع بقى. انما انا راضي عن اللي اديته للنادي الاهلي، انا راضي عن يعني جمهور النادي الاهلي بفضل الله راضي عني. سيبك بقى من الكتايب هل حضرتك بتحس ان انت السوشيال يعني ميديا في حد بيحاول ان هو يشوه صورتك قدام جمهور الاهلي؟ كتير كتير كتير، ما اعرفش ليه، ما بس يعني كتير قصص تتاخد من غير ايه. يعني مثلا معزوم على فرح بتاع بنت مدحت شلبي، ايه المشكله بعد ما تخلص العزاء تروح الفرح؟ ما روحش الفرح حتى كمان، روحت الفرح لان ما ينفعش انك تروح وترقص وانا رايح معزوم مش رايح صاحب فرح. فقاعد على كرسي، رحت قاعد على كرسي ورحت اسلم على مدحت ابارك له وابارك لبنته. كان في حمله ممنهجه ضدك يعني؟ لا انا سريع الاشتعال، ما تفهمش ليه. اي حاجه مجدي عبد الغني تبص تلاقيها ضربت. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وكلام يعني مهم جدا مع كابتن مجدي عبد الغني اسطوره مصر والنادي الاهلي. وصلحها برا المجدي اللي صوته جدا جوه الجون. هل انت حضرتك شايف ان انت بتدفع ثمن صلاحتك اللي زياده عن اللزوم ممكن وتعاملك بطبيعتك؟ اكيد اكيد. هل انت شايف ولا اقول لي بصراحه ان الطريقه اللي انت بتخرج بيها للاعلام مستفزه للبعض؟ لا انا يعني تستفز، يعني في ناس ممكن تستفز، يعني في ناس ممكن تقول لك مثلا ايه، خلاص بقى كفايه كلام في البينالتي اللي انت جبته ده، ما خلاص ما هو بينالتي انت جبته. ماشي، طب انت زعلان ليه؟ ما انا بقول لك ممكن، ما انا اقول للناس دي، انا بقول للناس دي، ما مش كل الناس. بس في ناس كل ما تقابلني في الشارع تقول لي اهي انت واخد بالك، ويكلموني على ضربه الجزاء. ده ناس ما اتولدتش سنه 90 بتكلمني على ضربه الجزاء. طب في الوطن العربي بسافر، مسافرت العراق وسافرت البحرين وسافرت، الناس جايه تتصور معايا عشان ضربه الجزاء. انت واخد بالك، انت كنت بتسوق لنفسك بالقصه دي، ان انت تجيب اعلانات وان انت تجيب. انا وانا اللي بروح اجيب اعلانات، ده الاعلانات بتجيلي. ايوه، ما هو من خلال القصه دي. واستغلوها الاعلانات، استغلتها. يعني اللي بروزها ايه؟ قالوا لي شركه الدعايه والاعلان يعني اللي كانت عامله الاعلان ده، ان فان بروكلين رفض ان هو يطلع في الاعلان ده. لا 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 لا، هم هيجيبوا فان بروكلين في مره. قالوا لي ان هو تواصلوا معاه ورفض. ايوه، ما هو فان بروكلين رجل اعمال كبير جدا، مش بتاع اعلانات. قال لهم انا مش هطلع. ما لا، ما بيطلع، هو ما بيطلعش اصلا في اي حاجه دلوقتي. يعني انت عمرك شفت فان بروكلين على اي حاجه في السوشيال ميديا؟ لا ما بشوفوش خالص. ما بتشوفوش ليه؟ عشان هو راجل مش محتاج. ان هو مش محتاج. طب انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ يعني كابتن حسام حسن خرج وقال ان انا اللي كنت المفروض البينالتي تيكر وانتكر، وان انا وان كابتن مجدي استغل ان انا متعور ودخل شاط. قال كده حسام؟ ما كانش قال كده والله. هو بص، انا بحب حسام ابراهيم جدا، وانا بحبهم جدا جدا، بزعل منهم ساعات بس في الاخر بحبهم. بس هم خيالهم واسع، مش هزار والله. دي مش حقيقه، خيالهم واسع. انت بتنفي الكلام ده؟
كابتن جوهري كان حاطط ان مجدي عبد الغني هو قول لي ايوه طبعا لا بقول لك خياله موازي ولا كابتن جوهري الله يرحمه ما كانش حاطط لا معقول لا مدرب عالمي زي كابتن كان حاطط مجدي عبد الغني ده حاطط مين اللي شوت الفاول انت لو رجعت الماتش عشان بس تفهم الكابتن جوهري عشان ما نظلمش الراجل وهو في دار الحق واحنا في دار الباطل لو رجعت الماتش يا ميدو هتلاقي اللي بيلعب الفاولات الثابته من حته معينه هاني رمزي مش انا الهاف الديفندر كابتن جوهري كانت شفت فوتو التفاصيل انا الهاف الديفندر انما هتلاقي كل كوره في الحته اللي هي بعد السنتر دي المفروض ان انا العبها لا بيلعبها هاني رمزي وحضرتك بتزق وانا قدام انت واخد بالك الفاول في مكان معين كابتن جوهري كانت شفت فوتو التفاصيل والاوتات ورمزي طيب يعني انت كنت بينالتي تيكر طبعا الكلام ده ويا ريت انا كان حد يجي ياخدها مني طيب انا الموضوع ده عشان انا انت يعني كنت تتمنى حد يجي ياخدها مني طبعا ليه عشان الموقف صعب جدا انت بتتكلم في ايه بقى 5 دقايق وبلعب على احسن جون في العالم ومش عارف احطها ولا لا وضربه الجزاء مضمونه ميدو انت مش ضيعت ضربات جزاء طبعا وانا في بعض الاوقات ضيعت ضربات جزاء بس دي ما كانتش هتتنسي ده لو ضيعتها كنت هبقى في ميدان التحرير متعلق دلوقتي من ساعتها تمثال الجون بتاعي تلاقيه في ميدان التحرير كابتن جوهري كان هيعمل فيك الله كابتن جوهري اللي هيعمل فيا ما كنتش هكمل الماتشات اللي باقيه كان هيرحمني والله ما بهزر ميدو انت بتتكلم فيها ميدو لا كان احساسك ايه بعد ما جبت البنالتي ده انت كل ولا حسيت جري. بحاجه كل واحد جري في كل حته ما هو احنا مش متعودين نلعب في كاس عالم كان يا جماعه على فكره بس الجيل الصغير عشان تفهموا هولندا دول كانوا ابطال اوروبا 88 بيلعب كومان فان باستن روت خوليات احنا مش متعودين نلعب مش متعودين نلعب كاس عالم احنا رحنا كاس عالم على شوقه يعني زي اللي مخلف بعد جواز 30 سنة انت واخد بالك فاحنا رايحين على شوق بس اكيد كان عندك فخر كبير ان انت يعني جبت جون في كاس العالم لا انا 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 بص هل فكرت ان انت كنت هتحطها في زاوية تانية ولا انا قعدت افكر الاول احطها يمين ولا احطها شمال انا مهدي دي شمالي ويمين الجول ودي يميني انا بضمنها هنا يعني انا لو شفت ضربات الجزاء اللي انا لعبتها حتى في نهائي كاس افريقيا حطيتها ان يكونوا برضو في الحته دي وعلى الارض ونكونوا راح معاه بس ما عرفش يجيبها ده الاسلوب اللي كنا على الارض وجامده بضمنها فجالك ديجافو لا انا فانا ما خد بالك هو قاعد يقول لهم ده هيحط هنا وبتاع فان بروكلي الكلام ده انا ما شفتوش خالص انا عيني على على الكوره وتفكيري احطها فين خدت قرار ودخلت وانا قبل ما اول ما صفر انا راجع ورا خالص عشان اقدر اخد القرار وانا رايح مش عايز اخد القرار مسبق انت واخد بالك فخدت الاسبرنت وخدت القرار في الاسبرنت ان انا احطها يمين والله هو راح معاها بس هي على جمدة. الارض وجامده ما يلحقش هشام يا كان وهشام يلعبها لمام الى حساب بلنتي بناتي صح بناتي صح بناتي ضربة جزاء ضربة جزاء هيا ضربة جزاء هي شدة من كمان إلى حسام حسن شوف اللي عادة عدى حسام 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 وقرب وقرب جول هدف التعادل للمصريين كلل الله مجهودات المصريين في النجاح طب قول لي بصراحه هل كابتن جوهري الله يرحمه في كاس العالم ده ظلم الكابتن طاهر ابو زيد لان طلع القصه ايامها انا فاكر يعني ظلمه ليه خلاف شخصي مش ملوش دعوه بالكوره ليه يعني كابتن طاهر طاهر كان متمرد طاهر سعيدي سعيدي انا بحبه جدا وانا حبيبي جدا انما طاهر ما بيتطيش زي ما بيقولوا او ما بي يعني بص دماغه ما بتقفل قفلت خلاص فقفلت دماغه مع الكابتن جوهري انا كنت باجي من البرتغال اجي الاقي الدنيا مولعه وامشي انت واخد بالك حاولت تصلح ما بين كابتن جوهري وكابتن طاهر ولا كان في ناس في النص لعيبه مصلحتهم لا ما كانش في وقت انا اما رجعت اما قررت ان انا على فكره سبت شهر
من شهرين من مرتبي عشان انضم للمنتخب عشان اقدر اعمل كاس عالم كويس معسكرات ايوه رحت معاهم معسكر انجلترا ورحت معاهم معسكر انجلترا ورحت معاهم معسكر القاهره يعني قعدت معاهم شهرين. بيتقال ان معسكر المانيا ده كان فيه مشكله كبيره. ايه بقى المشكله؟ كانت كان في حد هيترحل، كان في ضرب. لا هو 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 لا هو حسام اتعصب، وحسام لما بيتعصب ما بيشوفش على مين. على اللعيبه، على بعض اللعيبه. لا اتعصب لانه اتغير اتغير في الماتش. ماتش ودي، ماتش ودي خسرنا من المانيا الشرقيه 2، كانت المانيا لسه المانيا الشرقيه. خسرنا 2-0. كان كابتن جوهري عايز يرحل كابتن حسام. لا كان اللي يقال كده، لكن الكابتن جوهري عالج بحكمه شديده جدا وكسب حسام. عمل نفسه مش واخد باله، عمل نفسه وكسب حسام وطلع دافع عن حسام في الاعلام. بس الاخبار اللي جات لي ان في لعيبه راحت لكابتن جوهري قالت له ان هو لازم يترحل. لا هو اجتمع بينا كابتن جوهري اجتمع. هنقول الاسرار دي بقى ولا ايه؟ لا بس على فكره اتقالت. وانا بس مين اللي قالها؟ اتقالت والله. طب قول لي مين اللي قالها. مش فاكر بس اتقالت. انا هقولها هتقلب الدنيا. لا ليه قول لي. الله اعلم. كابتن جوهري اجتمع باللعيبه الكبار. مين؟ كابتن مجدي، كابتن ربيع ياسين، كابتن جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد. وبعد كده انا وربيع مع بعض لعبنا مع بعض، وبعد كده شوبير وطاهر ابو زيد اجتمع بينا. وكان اراء انا 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 قاعد في الترابيزه اخر واحد لان انا مسافر تاني يوم رايح البرتغال. فقاعد اخر واحد. يعني حضرتك قعدت اخر واحد عشان انت مسافر؟ لا عشان اتكلم اخر واحد. بس مالي السفر ماشي. انا بقول لك عشان انا قاعد تمبرلي. لا لا قاعد تمبرلي فمش عايز الدنيا مش عايز سخن الدنيا عايز اشوف الجو رايح فين. اقرا له. فانا شفت لقيت الجو كله ايه لازم يموت ولازم يتحبس ولازم يروح ولازم يمشي وكلهم عاملين فيها ايه رافعين شعار الله. فانا حبيت اوازن قلت والله يا جماعه هو من ناحيه غلط وكلنا بنغلط بس احنا ما نقدرش نحكم ايه القرار اللي ممكن يتاخد الا من خلال الكابتن محمود الجوهري. هو احتياجه ليه؟ عايزه في ايه؟ قصه ايه؟ بسيطه يا كابتن جوهري. بسيطه في ملعبه. ولان انا كنت بعشق الجوهري. انا كنت بعشقه. لا بعشقه. طب انت حسيت ان كابتن جوهري كان عامل الاجتماع ده ايه هدفه؟ كان نفسه ان انتوا تقولوا له اقعد وتصدم؟ انا 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 شلت رفعت من عليه الحرج لان انا مش قاعد معاهم. ما انا بقى لو قاعد ورا لو لا ما انا مسافر تاني يوم مش هيقعدوا انبوني بقى وانت بتقول وانت مش انت فاهم. كان هيبقى فيه ايه مناوشات وانا كنت هتعصب. فانا مني الحمد لله مسافر فقمت قايل الكلمتين اللي يريحوا الدنيا. فوجئت انا تاني يوم بصيت لقيت حسام نفسه قاعد ومستني انه مش مجهز الشنط. مشيت انا رحت البرتغال كنت بجيب دايما الاهرام الدولي كان بيتباع لسه الجرايد. كان الجرايد ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا فيديا ولا كيديا. الاهرام الدولي واهرام ابدو. الاهرام الدولي ما تجيبه من بره تعرف مصر حالتها ايه. جبت الاهرام الدولي فتحت صفحه الرياضه ان الاقي حسام مفيش حسام. ان لا حسام مفيش حسام. عرفت ان الامور عرفت في الاخر ان ايه ان ما حصلش حاجه خالص وان الامور مشيت تمام وان حسام تواجد. انا عايز اقول لك ان التاريخ بيعيد نفسه واحكي لك على حاجه يعني ايه برضو الناس اول مره تعرفها. كابتن جوهري ساعه مشكله ابراهيم سعيد في مالي 2002 كان عايز يعمل كده. اجتمع مع 3 4 لعيبه كبار. كنت انا صغير طبعا ما اجتمعش معايا لان انا كان عندي 18 سنه. تمام يعني. فاجتمع معاهم وكان نفسه ان هو يقولوا له ان ابراهيم يقعد. ابراهيم كان مهم جدا يعني كان سنتر باك رهيب. دي حقيقة. كانش دي حقيقة. يعني رهيب فعلا. من احسن السنتر باك اللي جم في تاريخ مصر كلها. جامد جدا يعني. فلقى كان ابراهيم بقى انا اقول لك القصه دي. كان ابراهيم قبل ما نسافر متخانق مع 3 4 لعيبه وقال يعني سب في الملعب وده في ماتش عمل ودي. عمل مشاكل كنا بنلعب يعني. بوركينا فاسو انا فاكر عمل انا مشاكل. اللي جبت الجون كسبنا 1-0 تقريبا في استاد القاهره. وكان يعني اللعيبه ما كانش عايزينه يسافر فكانوا مستنيين له في 3 4 لعيبه كبار مستنيين له ان هو يغلط. وقعدوا يصروا على كابتن جوهري وزنقوا كابتن جوهري ان ايه لازم يسافر رحلوا ان هو يرحل. فانا كابتن جوهري يعني الحمد لله كان بيحبني جدا وانا احبه جدا يعني. فروحت له الاوضه الساعه 5 الصبح لما عرفت خلاص ان هو بياخد قرار
ودي ده تاريخ لازم الناس تعرفه. كان هو واخد قرار ان ابراهيم سعيد واحمد صلاح حسني كان هما الاثنين في نفس القصه ان هما خلاص هيترحلوا. فانا رحت قلت له يا كابتن الناس دي لو سافرت اسمع كلامي، مفيش حد من اللعيبه اللي بيقول لك دول هيقول انا قلت ان هما يمشوا، هيشيلوك القصه، اسمع كلامي. وكنت انا انت عارف انا كنت يعني برافو عليك والله مخك كان كبير كان كبير اه. فقلت له اسمع كلامي يا كابتن، احنا محتاجينهم يقعدوا ومفيش حاجه حصلت يعني الموضوع يعدي انه كنت صغير يعني ما خدتش بقى بعرف التوابع وكده يعني. فقال لي سيبني افكر. صحيت الصبح لقيته خد قرار ان ابراهيم سعيد يمشي وان احمد صلاح حسني ايه يقعد يكمل، مش عشان خاطر الاحتياجات الفنيه، عشان خاطر حسني ما كانش عنده اي مشاكل مع اللعيبه اه. انما ابراهيم هو اللي كان اللعيبه متحاملين عليه يعني كانوا متحاملين عليه. هو ابراهيم يعني هو ابراهيم بساعات بيطلع كده بس قلبه طيب جدا جدا ابراهيم ده كان لعيب والله كبير. وبعدين انا بزعل يا كابتن مجدي ان الناس تطلع تقول لك ده يعني بزعل من الكلام يقول لك ايه ابراهيم سعيد ده كان ممكن وكذا وبتاع. طب ما ماشي يا عم كان ممكن بس برضه لعب كويس وعمل انجازات. لا هم الناس ما تاخدوش منه الحته دي لا يعني الناس كان يعني بتقول ان ابراهيم يقدر كان يوصل لابعد من اللي وصل له بس ما تشيلوش اللي هو عمله يعني. انا بحس لا ما ينفعش عايزين يقللوا منه يعني لا لا يقول لك لا 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 ما يقللوش لا ده راجل عمل حاجات كويسه مظبوط عمل ولعب مع منتخب مصر كويس وقوي يعني وجاب بطولات وكده. الحكم والتر موتشيلا وفعلا من ابو عماره جول ابراهيم سعيد يا ابني ربنا يحميك رب. تسلم رجلك يا ابراهيم يا سعيد تسلم رجلك يا ابراهيم يا سعيد في المباراه بتلفظ انفاسها الاخيره ويعيد البسمه ابراهيم سعيد رؤدت مرحله المراهقه الكرويه ودخل مرحله النجوميه. برافو يا ابراهيم برافو يا ابراهيم يتقمص شخصيه السوبرمان. يا طبعا الكلام مع كابتن مجدي كلام ممكن الناس تكون فاكرينه هزار بس هو كلام جد جدا وكلام هو الروشتة. لو كنا عايزين نتقدم فعلا نتطور لازم ان احنا يبقى فيه لوائح ويبقى فيه قوانين، لان عدم وجود لوائح وعدم وجود قوانين دخلنا الفترة الاخيرة في مشاكل كبيرة كبيرة جدا. على سبيل المثال مثلا كابتن مجدي السنة اللي فاتت صدقت قلت ان البطولة بتاعت السنة فاتت دي فاسدة أيوه. والسنه اللي قبليها كمان عشان ما حدش يقول الاهلي والزمالك الزمالك السنه اللي فاتت قبليها غاليه. انا قلت بطوله فاسده ليه؟ لان النهارده لما فرقه تنهي الدوري لعبه 6 ماتشات اقل من المنافس بتاعها المباشر يبقى مفيش مبدا تكافؤ فرص. مظبوط. لما لعيب يتوقف ويقعد لغايه اخر الدوري ما يتوقفش مزبوط. يبقى مفيش لوائح. مظبوط. لما اللعيب ياخد انذار وبعد كده الماتش ده يعدي فما يوقفش الماتش اللي هو ممكن يبقى فيه تأثير على فرقته بإيقافه ده مفيش مبدأ تكافؤ فرص. لما حضرتك يتأجل لك مباريات والناس كلها تلعب وانت مستني تلعب لوحدك مش موجود في حتة في العالم ابدا. المشكله ان المسؤولين يا كابتن مجدي بيحاولوا يقنعوا الناس ان ده العادي. لا 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 مش موجود في حتة في العالم بقى. لا 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 عادي ايه لا الناس عارفه ان هو مش عادي. لان بص يا ميدو الناس احنا ايوه بالظبط كده ميدو الناس كلها مشتركه في يا اما سرقه الاشتراك يا اما مشتركه. كابتن الدوري المغربي السنه اللي فاتت الوداد لعب كاس عالم انديه ولعب بطوله افريقيا ابطال الدوري لغايه الفاينل وبينزل يلعب بالماتشات الدوري ويروح يلعب كابتن اخر اسبوع كل الناس بتلعب في نفس التوقيت. ايوه دي حقيقه. والناس دايما عندها اعذار يعني. فلما طلعت قلت لازم تغيروا اللوائح ولازم يبقى في حاجات واضحه وجبت لهم الناس بتعمل ايه في الدول الثانيه وطلعت بعد كده قلت بقى ان البطوله دي انتوا عندكم اصرار على ان البطوله تبقى فاسده وعندكم كذا زعلوا مني قوي يعني ان انا لا يزعلوا منك انت طالما بص انت طالما بتتكلم المصلحه العامه يبقى المفروض ما حدش يزعل ويردوا يعني أيوة رد عليا بالظبط لو هم يعني المشكله ان ما فيش ودن من طين ودن من عجين. المشكله انك انت بتطرح انا احنا بنحترمهم وبنقدرهم كاشخاص لكن انت يا ميدو انا مثلا كمجد والله ببقى زعلان على البلد يا ميدو انا 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 او انت دخلنا اتحاد الكوره اصبحنا في مجال عام عمل عام سواء لا نتقاضى اجر او بنتقاضى اجر طبعا. فاحنا تحت سلطه تحت مظله الانتقاد. انت تقدر تقول انا غلط او صح وانا او احنا داخلين بقى جوه الاتحاد الناس تقدر تقول احنا بنشتغل صح بنشتغل غلط احنا مش صح احنا بنعمل حاجات غلط لان احنا قبلنا ان احنا انت بت بت
بتقول الدوري احنا انتوا الدوري اللي بتعملوه ده كل 3 ايام ده هيكسر الدنيا وهيخلص على اللعيبه ومش هيدي فرصه للعيبه. احنا ده احنا الحمد لله ان كاس العالم 9 فرق ونص. اه فهنسعى ان شاء الله. ده غير كده ما كناش هنروح كاس عالم ولا نشم ولا نشوفه. صحيح. 9 فرق ونص يا ميدو. لو ده انت لو ما رحتش. لا هنروح ان شاء الله باذن الله رايحين. بس اللي لازم نفهمه للناس ان دلوقتي الصعود لكاس العالم مش هو الانجاز. مش الله ينور. ان انت تشتغل انك كويس تروح دور الاربعة زي المغرب او التمانية على الاقل او التمانية. صحيح. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل. عندنا اسئله سريعه للكابتن مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني جول 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 جول. مجدي عبد الغني على الطاير بيجيب الجول الاولاني في الدقيقة 29. كابتن مجدي اسئلة سريعة. اتفضل. مين الافضل روي فيكتوريا كيروش ولا هيكتور كوبر؟ بالارقام روي فيكتوريا. لسه ما لعبناش حاجه يعني. لا ما بخسرش ولا ماتش. يعني بتكلم لحد دلوقتي. هيكتور كوبر مدرب عالمي واقعي. مدرب عالمي. صحيح. مدرب عالمي بفرقه ما تروحش كاس عالم راح بيها كاس. صحيح. مين الافضل كولر ولا موسيماني ولا فايلر للاهلي اللي اشتغل في الاهلي؟ وجهه نظري فايلر. فايلر. افضل رئيس نادي للاهلي كابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن حسن حمدي ربنا يديه الصحه، ولا كابتن محمود الخطيب ربنا يديه الصحه؟ هو طبعا الكابتن صالح سليم كان له كاريزما لكن ما كانش افضل حاجه. يعني انما اللي افاد النادي افاده كبيره جدا كابتن حسن حمدي. صحيح. افضل مدير كره في النادي الاهلي كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن سيد عبد الحفيظ، ولا كابتن طارق سليم الله يرحمه؟ كابتن طارق سليم. كابتن طارق سليم. اه وانا طارق كابتن طارق سليم الله يرحمه كنت بحبه قوي. الله يرحمه على مستوى الشخص يعني. كان هو كان عنيف شويه لكنه كان الافضل. كوركت. صحيح. الافضل. صحيح. صوره وتعليق هبان على الشاشه. اوكي. كابتن جمال عبد الحميد. مش عارف لغوي يعني جمال زعلان منه يعني حبيب. لا خالص، بس انا مش لاقي له هويه. بيجي يظهر في اوقات وبعد كده بيختفي في اوقات كتيره قوي. مش يعني مش عارف جمال عبد الحميد فين. طب ما ممكن يكون بيحاول يظهر وما يعني بيلاقيش نفسه في وسط المجال ده فبيختفي. لا ليه، جمال عبد الحميد نجم بيطلع يعني ما بيلاقيش ممكن نفسه بيلاقي يطلع في قنوات كتيره ودخل انتخابات نادي الزمالك لكن ما شفتلوش بصمه. انت خد بالك دخل مجلس عضو مجلس اداره في نادي الزمالك ما شفتش لجمال عبد الحميد بصمه. ما شفتلوش طله، ما شفتلوش، لا ما شفتلوش حاجه. جمال يعني ما اعرفش هو عايز ايه من الكوره، مش عارف يعني ما عنديش خلفيه بصراحه. ما صح. ماشي. كابتن احمد شوبير. احمد شوبير ام وابوه دعوله الحق يتقال يعني. بمعنى انه ماتوا راضين عنه. احمد شوبير ممكن يخش في مشاكل لكن ربنا يطلعه منها كده من غير خسائر. هو عنده ذكاء بيقدر ان هو مهما حصل له مشكله بيقدر انه يرجع تاني. يعني شوبير طب ما دي ميزه. ميزه. ما انا بقول لك ميزه. ما انا بتكلم في مميزاته. انا بتكلم في مميزاته. دعاء ام وابوه ده مميزات مش عيوب. لا انا بتكلم كل ده في مميزات احمد شوبير. يعني ما عنديش تحفظات على احمد.
الا انه في بعض الاوقات بيسخن بعض الاوقات بس دلوقتي لا. يعني دلوقتي يمكن السن له حكمه كبر بقى وخبراته اكتر كتير وبتاع صح. انما قبل كده كان بيسخن ويتكلم كلام مثلا مش المفروض ان هو يخش في الموضوع يعني صحيح. انما انا مش غير عشرة عمري يعني. صحيح. المهندس هاني أبو ريدة. المهندس هاني أبو ريدة مش عارف احكم عليه ليه. انتوا اشتغلتوا مع بعض سنين ليه مش عارف احكم عليه. انا المهندس أبو ريدة المهندس هاني أبو ريدة تحبه وتشوفه راجل مودرن وهيطبق وفجأة تحس ان هو معرقل وديكتاتور ومش هل الناس اللي حواليه بتعطله؟ مهندس هاني أبو ريدة كان مانع حد يبص على حسابات الاتحاد ايام ما كنا اعضاء مجلس ادارة الا شخص واحد اعتقد احمد مجاهد هما الاثنين اللي بص انا كان في خناقة بيني وبين احمد مجاهد قررت ان هو عشان ما نضربش بعض يعني والله مش بقصد يجي هو انا يا اما انا اجي سبت وحد واثنين بتعاملين جدول يعني وهو يجي ثلاث واربع وخميس يا اما ناخد الثلاث والاربع والخميس وهو يجي سبت وحد واثنين عشان ما نبقاش احنا الاثنين في الاتحاد ليه لان انا مش هطيق ان انا ابقى في الاتحاد وماليش كلمه لا انا ادير انا بس هو على فكره الاستاذ احمد مجاهد بيتعمد ان هو يتعامل كده مع بعض لعيبه الكوره ان هو يستفزهم عنده حاجات كتيره مع احمد مجاهد بس هو لان انا شفته بيتعامل ازاي مع حازم ومع بيتعامل يستفزهم احمد مجاهد مستفز جدا جدا لا انا قصدي يعني هو مستفز اصلا شخص انت ما لا كل الاحترام يعني ما احنا انا بحبه وبحترمه خد بالك من احسن الناس اللي ممكن تاخد منها رأي لو قاله بدون غرض من احسن الناس اللي تاخد منها رأي مذاكر كويس هو عنده مشكلة هو تربى لوحده ودخل مدرسة داخلية يعني ممكن دي تكون عاملة يعني أثرت الشخصية بس ده عادي يعني الناس بالعكس الناس اللي بتخش مدرسة داخلية على فكرة بيطلعوا منضبطين المهم أحمد مجاهد هو وهاني أبو ريدة كانوا بيدور اللي عايزين يدور الاتحاد لوحده ويهمشوكوا ها يهمشوا الكل مش انا مش همشون انا الواحد يهمشوا الكل طب سيف زاهر سيف زاهر بص سيف زاهر اختلف مع هاني أبو ريدة اختلف اختلاف قوي مع هاني أبو ريدة وهاني أبو ريدة وراله العين الحمراء فسيف زاهر ايه اثر ان هو لان سيف زاهر اختلف معاه في ايه في التصرفات بتاعته في القرارات اللي بتتاخد قرارات بتتاخد ممكن ما فيهاش تصويت ممكن ما فيش بس انا انت عارف انا سيف يعني شهدت فيه مجروحه بس انا دايما بشوفه ان هو راجل لا ما هو انا يعني راجل وما بيخافش محدش لا ما هو الموضوع مش موضوع خوف الموضوع موضوع انك بتأثر السلامه وخلاص بتبعد عن المشهد بتسيب بقى ما هو انت شايف ما هو انت اصلك انت مش هتوقف قدام الطوفان يعني لا انت بتشوف وبعدين اما تفتكر كان ايه الموقف اللي حصل ولا لا لا كان في اعتراض من سيف زاهر على حاجه معينه وكلمنا فيها وجمع اراء جمع اصوات وجمع اصوات وبعدين في الاخر اتغضب عليه ان ازاي انت بتجمع ازاي انت بتعمل انت عايز تتحرك انت عايز تدير واحمد مجاهد يعني بيأجج دي قوي عند المهندس هاني بيكبرها قوي عنده ان يعني ازاي ده يعمل كده وانت موجود يعني وبيخلي ان في عداوه بين يعني انا مش قادر افهم انا أبو ريدة حقيقة هل هو معاك هل هو ضدك انا ما قررت اخش اتحاد الكره دخلت وانا الوحيد اللي او اثنين احنا كنا اثنين انا وعصام عصام طبعا سلم امره لله وانا مش عايز خناقات بقى يعني انا زهقت خناقات فقررت ان انا ابقى مع المجموعه ما لقيتش ان المجموعه عايزانا نبقى معاها لقيت ان في اتنين بس عايزين يدور الاتحاد وده اللي خسرنا بطوله افريقيا القرارات المنفرده يعني القرارات المنفرده طبعا صحيح. خسرت هل انت كنت ضد ان عمرو ورده يكمل في البطوله لا انا مع عمرو ورده انه كان يكمل لان الحدث اللي ظهر ده قديم النهارده عاقبه يعني انت من ثلاث سنين عملت مشكله
النهارده اجي عاقبك على على ده يا راجل، ده الحاجه بتخلص بمضي المده يعني. صحيح صحيح. فانت النهارده كنت مع انه هو يكمل. انا مع انه يكمل يلعبه ما يلعبوش دي بتاعه المدرب. صحيح. انا ماليش دعوه، انما هو يبقى موجود لان الحدث قديم. كابتن مجدي نورتني، ربنا يخليك. وعايز اقول لك ان انا هعمل ريمونتادا وان شاء الله هكون ضيفك قريب عند حضرتك. اتشرف. انا مستنيك والله. شرفتني والكلام معاك كلام ممتع جدا. ربنا يخليك. بتمنى ميدو ان بس الكلام اللي قلناه احنا ما عندناش اغراض شخصيه يعني، بفضل الله لا انت ولا انا. لا مفيش. لا احنا محتاجين ان احنا نتكلم كلام. لا انا عايز اشتغل حاجه ولا عايز اقبض حاجه ولا انا. لا انا بسافر. انا لما كنت في اتحاد الكوره ما كنتش، كنت بفوت سفريات كتير لان انا مش فاضي. انت واخد بالك؟ لا انا عايز سافر. عايزين المصلحه العامه، عايزين مصر تبقى بس كده نفسنا. وان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه يبقى الاختيارات فيها معايير مختلفه. بس ده هيحصل. صدقني هيحصل. صدقني هيحصل. يا ريت ان شاء الله. نورتنا يا كابتن حبيبي. وهشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله. الريمونتادا. اهلا بيك حبيبي يا كابتن. هستنى الريمونتادا بتاعتك. دي كانت حلقه النهارده مع اسطوره مصر والنادي الاهلي السابق الكابتن مجدي عبد الغني. اتمنى ان فعلا الكلام الكابتن مجدي بيقوله ان الناس ما تاخدش الكلام بشكل شخصي. على يعني فكره اللي لبس فانيله منتخب مصر ومثل مصر وعارف كويس قوي قيمه مصر وقيمه الكره المصريه. فساعات الناس اللي ما لعبتش والناس اللي ما كانش ليها الشرف ان هي تمثل مصر دوليا ما بتبقاش فاهمه الحس ده عند اللعيب الدولي السابق المثقف الغيور اللي عايز مصر تبقى في احسن حته، بالذات الناس اللي سافرت وشافت بره وشافت الناس بتعمل ايه. فارجوكم نسمع الكلام من الناس كلها. وكابتن مجدي اتكلم كلام مهم جدا، ان انت طالما ان انت ارتضيت ان انت تشتغل في العمل العام يبقى لازم ان انت تتحمل النقد وما تاخدش النقد بشكل شخصي، وتسمع ولما تكون عايز ترد ترد وترد على الانتقادات اللي بتوجه لك يعني بالكلام وبالافعال وبالقرارات. ده افضل قرار، افضل شكل او افضل اسلوب للرد دايما على الانتقادات. دي كانت حلقه النهارده من الريمونتادا مع كابتن مجدي عبد الغني. تصبحوا على خير.